افضل نصيحه ممكن نقولها لك لو تفكر انك تبيع تليفونك وخايف حد يستعيد بياناتك هي انك ما تبيعش تليفونك، ولكن لو اضطريت انك تبيع تليفونك فالفيديو هذا لك. اهم شيء ما تنسانيش من الاشتراك ودير لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. ما نطولش عليكم، خلينا نبدا على طول. يلا نبدا. في مجموعة خطوات لازم ما تديرهن قبل ما تبيع تليفونك او تفكر انك تعطيه لحد. اول حاجة يجب انك تديرها هي انك تدير باك اب من بياناتك، وفي اكثر من برنامج يدير في باك اب زي سمارت سويتش وترانسفير سمارت باك اب، او انك تاخذ البيانات بتاعتك على فلاش ميموري او اس دي كارد زي ما انت تبي. ثاني خطوة تديرها بعد الباك اب هي انك تدير تسجيل الخروج من جميع الحسابات عندك، سواء فيس، جيميل، واتساب، اي برنامج عندك فيه حساب على التليفون دير تسجيل خروج منه. تقدر تدخل على كل واحد بروحه وتقدر تخش من الحسابات من الضبط وتدير ازالة للحسابات كلها. ثالث خطوة هي ضبط المصنع. ضروري ما تدير ضبط مصنع للجهاز بشكل كامل، وتو نقول لكم بالضبط عليش الموضوع هذا. رابع خطوه هي تشفير البيانات. انت مساحه جميع الحسابات عندك ومساحه الصور والبيانات اللي خايف عليها. في احتمال كبير انك بعد ما تبيع التليفون حد يشري او صاحب المحل يدير الاستعاده ويلقى البيانات هذين. حذف البيانات او ضبط المصنع مش كافي، لان بالاساس الجهاز ما حذفنش، هو مجرد اخفان ودرن تشفير. برنامج بسيط ممكن يستعيد لك البيانات هذني كانك ما حذفتش منهن شيء. الحل هو انك تدير تشفير. التشفير هنا شيء كويس لانه حيحاول يدير كتابه على البيانات اللي انت مسحتهم ويكتب عليهم من جديد. انا ليش قلت لك تدير ضبط مصنع قبل ما تدير تشفير؟ لان الجهاز فعليا حيشفر المكان الذاكره الخاليه مش الذاكره المستخدم، فلو في صور في الجهاز حيخليه كيف ما انه حيشفر المساحه الفاضيه، فلازم ما تدير حذف كامل للبيانات بحيث ان الجهاز تجد الذاكره بتاعتها كلها فاضيه عشان يشفر الذاكره بشكل كامل، فبالتالي صعب ان حد يقدر يدير استعاده للبيانات هذني. التشفير تقدر تديره بطريقتين، تقدر تعبي التليفون انت كم مره بيانات وهمية او بيانات عادية وترد تفضين، او تقدر تخش من الضبط وتخش على ضبط الحماية وتخش على ضبط اخر للحماية وتختار تشفير البيانات. طبعا لازم ما تكون بطارية جهازك اكثر من 50% ولازم ما يكون معلوق على الشحن. حتنتظر لمدة 10 دقائق 15 دقيقة ويطفي ويولع على الجهاز، وفعليا بياناتك مستحيل يقدر حد يستعيد، لان فعليا الجهاز قام بالكتابة عليهن والمسح والكتابة والمسح الى ان شفرها نهائيا، فاي عملية بحث او استعادة بعد هيك ما يكونش لها اي فايدة، لان فعليا اي برنامج استعادة مش حيلقى اي بيانات استعيدهم. ان شاء الله نكون قدرت افيدكم. انا هيك انتهيت، السلام عليكم.